السلام عليكم. ورد في القرآن الكريم اللون الأخضر في آيات عدة. قال عز وجل: متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وفي آية أخرى: عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. وفي آية ثالثة: أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. فماذا قال علماء النفس حول علاقة الإنسان بالألوان؟ قالوا إن تأثير اللون في الإنسان بعيد الغور، بل ربما يؤثر اللون في إقدامنا وإحجامنا، وربما أشعرنا بالحرارة أو أشعرنا بالبرودة أو أشعرنا بالمسرة أو أشعرنا بالكآبة. فاللون له تأثير كبير، بل ربما أثر اللون في شخصية الإنسان ونظرته إلى الحياة. يقول العلماء: اللون الأصفر بطول موجاته يبعث النشاط في الجهاز العصبي، فإذا أردت أن تعلن إعلانا صارخا في الطرقات العامة فاللون الأصفر أطول أمواجا من غيره من الألوان، ينشط الجهاز العصبي ويؤثر فيه أبلغ التأثير. واللون الأرجواني يدعو إلى الاستقرار، واللون الأزرق يشعر بالاتساع ويشعر بالبرودة، واللون الأحمر ومشتقاته يشعر بالدفء. لكن اللون الذي يبعث السرور داخل النفس البشرية ويثير بواعث البهجة فيها فهو اللون الأخضر. لذلك جعل الله النبات أخضر اللون، هذه المساحات الخضراء في الأرض تبعث في النفس البهجة. لذلك اختير ثياب الجراحين من اللون الأخضر، لأن المريض وهو على وشك أن تجرى له العملية يشعر بالبهجة وهو يرى الثوب الأخضر. ومما يلفت النظر أن الله سبحانه وتعالى ذكر أهل الجنة وذكر ما في الجنة من نعيم، وورد اللون الأخضر في هذه الآيات. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لمزيد من العطاء والتألق.